أهلا بها. طبعا أكيد هو وقت الواحد بيكون في عنده إجازة فبيستغله بأنه يعمل أي عملية، خاصة إذا كانت من العمليات اللي بيقدر أنه يأجلها أو يتحكم بالوقت تبعها. طبعا نوعية الغذاء هي من أكثر الدراسات هلأ اللي عم تجري عليها لنوعية الغذاء ما قبل العملية وما بعد العملية. والسبب طبعا إنه نحن نعرف إن العملية الجراحية هي بتحط الشخص أو الجسم تحت استرس أو تحت ضغط، هذا الضغط اللي هو نتيجة عمليات الهدم اللي عم بتصير والجروح اللي عم بتصير للشخص، فهاي بيصير فيها تتبعات، منها بيصير خطر الإصابة بالالتهابات، منها بيصير برضه خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين ما بعد، وعملية خسارة للجزء العضلي. فكل هاي الأشياء بتأخر الاستشفاء ما بعد العمليات الجراحية، وهنا بيجي دور الغذاء ما قبل وبعد العمليات الجراحية كثير مهم لحتى يسرع من عملية الشفاء هاي. طيب إيش مثلاً إيش الواحد كيف بدأ يعمل لنفسه نظام إذا هو عارف إنه عنده يعني في فترة ما بعد أسبوع بعد أسبوعين بيسوي عملية، كيف يبدأ يجهز نظامه الغذائي عشان يعني تكون مناعته بشكل أفضل، يقدر يقاوم الآثار الجانبية أو المضاعفات بعد العملية بشكل أفضل؟ نعم، وهذا الشيء كثير مهم. فقبل العملية نحن بنبدأ نحضر الجسم، علشان هو بخلال العملية زي ما قلنا رح يصير فيه تكسير كثير للعضلات ورح يخسر الجزء العضلي. وما بننسى كمان انه الشخص قبل العملية كمان بيكون عنده على الأقل 24 ساعة في حالة صيام، يعني اوريدي هو دخل في مرحلة التجويع أو مرحلة انه الجسم بلش ما عنده طاقة وعم يستغل الطاقة اللي موجودة بالجسم. فعشان هيك قبل العمليات الجراحية بنبدأ نحضر بنظام غذائي، أول إشي فيه كمية من النشويات عالية شوي لحتى نحن نخزن بالجسم بالمخازن تبعته كمية من الطاقة على شكل جلايكوجين اللي هو بيقدر يستعملها بفترة التجويع اللي بتصير قبل أو فترة الصيام اللي بتصير قبل العملية. الإشي الثاني كمان اللي إحنا كتير بنهتم فيه هو نسبة البروتين اللي الشخص عم يتناولها. فلقوا كتير بالأبحاث إنه نحنا كل ما أعطينا الشخص ضعف كمية البروتين قبل العمليات الجراحية عم بيساعد إنه يخفف من عملية فقدان العضلات ما بعد العملية الجراحية، وبالتالي عملية الاستشفاء عم بتكون أسرع والالتهابات عم بتكون أقل. ولما بنحكي بروتين بنركز كثير على نوعية البروتين اللي هي تكون البروتين الكامل اللي فيه كل الأحماض الأمينية، وخاصة الحمض الأمين اللي هو الأرجينين اللي أكثر شيء كثير مهم لحتى يمنع عملية التكسير اللي بتصير. من الأغذية مثلا اللي بنركز عليها علشان يكون أسهل الشخص يعرفها اللي هي مثلا اللحوم والدجاج والأسماك، البيض من الأغذية برضه الغنية بالبروتين الكامل هو بحاجة لها، منتجات الصويا كمان غنية بالأرجينين بنركز عليها كثير، أحد الأحماض الأمينية، وطبعا الحمص والعدس كمصادر نباتية. فهاي خلينا نقول الماكرو نوترينت او اللي هي المغذيات اللي هو بحاجه لها بكميات كثير كبيره. طب هذا قبل العمليه، بعد العمليه ايش ممكن يعني هل يتغير شيء بعد العمليه؟ هل يجب اضافه مثلا بعض الاشياء اكثر من قبل؟ نعم، هلا بعد العملية الجراحية عندنا عاملين كثير مهم بنركز عليهم واللي هو التوقيت، وهذا أكثر شيء عم بيتم بحثه ودراسته. يعني كانوا بالقبل إنه بعد العملية الجراحية يطولوا كثير ليبدأوا بإعطاء الغذاء للشخص، هلا عم بيصير لا، كل ما نحن سرعنا بإعطاء الشخص طبعا حسب تحمل الجسم لأنه بيكون في إعياء في بعض الأحيان، وبرضه هذا له دخل بالأكل بعد قبل العملية كمان، فبيقلل من أو بيسرع من الاستشفاء. فأول شيء التوقيت، التوقيت كتير مهم. الإشي الثاني في بعض برضو الدراسات عم بتقول إنه إذا نحن أعطينا البروتين على شكل سبليمنت، إذا كان الشخص لسه مش قادر إنه يتناول الغذاء الصلب، ممكن إنه نحن نعطيه على شكل مدعمات غذائية فيها برضو نسبة عالية من البروتين، نسبة عالية من الأحماض الأمينية خاصة الأرجينين، وبنفس الوقت كمان المواد المضادة للأكسدة كتير مهمة، لأنه زي ما قلنا الجسم بيكون تحت ضغط،
وتحت ستريس ليزيد الالتهابات. فنحن بدنا نخفف الالتهابات، بدنا نركز على المواد المضادة للأكسدة مثل الأوميغا 3 مثل الفيتامين إي فيتامين سي والسيلينيوم والزنك من برضه المعادن اللي كتير بنركز عليها بعد العمليات الجراحية. في ناس يعني يفضل تناول الزنجبيل، البصل، الثوم مثلا، هذه يقول لك تخلينا تقوي المناعة ويقاوموا الالتهابات الجسم. هل فعلا يعني لها تأثير مباشر في مثل هذا النوع من الأوضاع بعد عملية معينة مثلا، أو في فترة معينة، فترة الشتاء مثلا، أو في فترات إنه تقوي المناعة فعلا؟ نعم، لأنها هي برضو غنية بالأحماض، غنية بالمواد المضادة للأكسدة اللي بتساعد برضو بتقليل الالتهابات، وخاصة نحن عم نحكي عن 4 أسابيع لـ6 أسابيع بعد. يعني نحن بنحكي عملية الاستشفاء مش فقط الفترة اللي احنا فيها بالمستشفى، إنما حتى بعد ما نخرج من المستشفى، حتى ما يصير في مضاعفات ولا سمح الله نضطر نرجع للمستشفى مرة ثانية. فضروري كتير التركيز على الأغذية الغنية بالمواد المضادة للأكسدة اللي من ضمنها الزنجبيل، من ضمنها البصل والثومة، فيها كثير مواد مضادة للالتهابات كمان، لكن حسب تحمل الشخص وحسب نوع العملية كمان. هاي شغلة كثير مهم انه ننتبه لها. برضه بنركز كثير على البروبايوتكس، لانه الخمائر الطبيعية بتساعد. نحن بنعرف انه الشخص برضه بعد العملية الجراحية بيتناول كمية كثير من المضادات، الأدوية اللي فيها مضادات حيوية، فهاي ممكن تقتل برضه البكتيريا المفيدة بالجسم. حتى نرجع عن أول مناعة مرة ثانية، نحن بحاجة لبروبايوتكس اللي هي موجودة بالألبان بالخمائر لحتى ترجع برضه تقوي مناعة الجهاز الهضمي ما بعد العملية الجراحية. احنا نتمنى للجميع الصحة والسلامة إن شاء الله، ويقوموا بالسلامة من عملياتهم ويهتموا بنفسهم بغذائهم بشكل جيد ومرحلة استشفاء بشكل كامل. شكرا جزيلا لك من دبي، كانت معنا خبيرة التغذية رزان شويحات.